بهذه الانطلاقات من مهرجان المؤسس. نتابع وإياكم هذه الانطلاقات للأشواط المفتوحة. نتابع هنا في هذه اللحظات شوطنا التاسع والمخصص للبكار. هنا نتابع وإياكم البكار اللقاية والمسافة 5 كيلومترات. نتابع هذه الشعارات وهذه الانطلاقات في هذا الاندفاع. هناك المقدمة والصدارة مع الناوية لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني أثير لهجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث نتابع هناك حدث أيضا لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة بن سلطان الثاني، ويضمر أيضا مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري على المركز الثالث. في هذه اللحظات نتابع هناك قدوم جديد من اللي تسللت الحمية لأيضا سعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها حمد بن سعيد بن لزيوح المري، بينما المركز الخامس ومن تصن على خامس المراكز وعد 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 يا سلام يا وعد لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري هنا مع المركز الخامس. وانتظروا أيضا هذا المساء الذي سوف يحمل الرموز في هذا المساء، مساء اللقاية والرموز. يا سلام يا سلام، أيضا يوم شفت شعار الذهبي أيضا نبهت على الرموز، والرموز بالانتظار في هذا المساء. يا سلام بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذه اللحظات. أرى اللي تسللت، ونعود إلى المقدمة واللي تسللت على مقدمة الشوط في هذه اللحظات. الحمية على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن الثاني، ويضمرها حمد بن سعيد بن لزيوح المري، بينما النقلة على المركز الثاني. السدرية على المركز الثاني في هذه اللحظات نتابعها لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ويضمرها جابر بن علي بن سالم العمري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث وصلت هنا وعد مع الوعد، وعد ايضا على المركز الثالث لهجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بن فران المري مع المركز الثالث. المركز الرابع من تتأخر قليل الناوية لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هناك المركز الخامس في هذه اللحظات، حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني مع ايضا مضمرها مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري، غيرت على المركز الرابع في هذه اللحظات. هذه الاسماء المشاركه، هذه التحديات، ولكن بنعود الى المقدمه، بنعود الى الصداره. يا سلام يا التغيير اللي جرى وطرى على مقدمه الشوط من السدريه لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ومع مضمرها جابر بن علي بن سالم العمري على المركز الثاني. ولكن وعد، الله يا وعد، وعد غيرت على المقدمة، غيرت على الصدارة، غيرت على المركز الأول لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري. يا سلام يا سلام بهذا الاندفاع الجميل، بينما المركز الثاني السدرية على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ومع مضمرها جابر بن علي العمري، بينما المركز الثالث الحمية لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني، ومضمرها حمد بن سعيد بن لزيوح المري. ولكن أرى التدخل في هذه اللحظات من حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، ومع مضمرها مهنا بن محمد الضابط الدوسري. المركز الرابع وأول ندى أيضا من همس لهجن الشحانية، همس على المركز الرابع في هذه اللحظات مع مضمرها سالم بن فران المري الذهبي. المركز الخامس أول ندى للشعار الغرفاوي أيضا، ها هي الفائزة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وبقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي في هذه اللحظات. هنا الخمس المراكز الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التنافس ما بين الثنتين،
وما بين ايضا الونتو على الصداره مع لوحه ال 1500 متر الختاميه. يا سلام يا سلام بهذا الانطلاق، ولكن السدريه 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 ووعد، يا سلام في مقدمه الشوط في هذا التنافس ما بين الثنتين، ما بين الثنتين اللي على المركز الاول والثاني. الله يا هذا الشوط، ونتو على الصداره، ايضا هناك وعد لهجن الشحانيه ومع الذهبي سالم بن فران. المري والسدريه، السدريه تعود من جديد وتخطف المقدمه ايضا لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ويضمرها جابر بن علي العمري المركز الثالث. مرحبا مرحبا بهمس، مرحبا بهمس اللي على المركز. الله يا همس، همس على المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الشحانيه ومع الذهبي سالم بن فران. المري المركز الرابع. الله يا حدث، حدث قادمه، حدث قادمه في هذه اللحظات لسعاده الشيخ خليفه بن عبد العزيز بن خليفه الثاني، ومضمرها محمد مهنا الدوسري. يا سلام يا سلام، ولكن الله المقدمه والصداره، انحصر النداء ما بين السدريه ووعد، السدريه ووعد وال700 متر الاخيره. الله يا وعد، السدريه وعد، السدريه السدريه. يا سلام يا سلام، يا التنافس، التنافس ما بين الثنتين، ولكن يرى السدريه، السدريه لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ويضمرها جابر بن علي العمري. وعد على المركز الثاني لهجن الشحانيه، ومضمرها سالم بن فران. الله يا وعد، الله يا وعد، وعد مع الوعد ومع بن فران. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يا وعد، الله يا وعد، سلام لهجن الشحانيه، وسلام يا الذهبي، يا الذهبي يا الذهبي، سلام يا سلام. ووعد مع الوعد، وعد مع الوعد، سلام وتحيه واحترام لهذا الشعار، شعار هجن الشحانيه، والتهنئه لك يا الذهبي سالم بن فران. المري تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني السدريه وصلت هنا لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ويضمرها جابر بن علي العمري. المركز الثالث، المركز الثالث انطاكيا لهجن الشحانيه، ويضمرها محمد بن خالد العطيه. المركز الرابع، المركز الرابع حدث لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني، ويضمرها مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري. المركز الخامس، المركز الخامس همس لهجن الشحانية، ونضمرها سالم بن فران المري. شاهدتوا معنا مجريات هذا الشوط، شاهدتوا وعد، وعد اللي أيضا انتزعت هذا الشوط وانتزعت الناموس، أيضا قدمت العرض الممتاز، شاهدتوها أيضا وهي تنفرد بهذا بالأمتار الأخيرة وتعلن هذا الناموس المستحق وتوقيتها الزمني في هذه اللحظات والوصول 7 دقائق 34 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية موصولة لك يا الذهبي على هذا التضمير الرائع والإنجاز أيضا مع وعد في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت السدرية، توقيتها الزمني 7 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك السدرية سعادة الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، وأيضا التهنئة لمضمرها جابر بن علي بن سالم العمري. المركز الثالث وصلت فيه المركز الثالث وصلت انطاكيا، توقيتها الزمني 7 دقائق 43 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنئة موصولة لأيضا المشاغب محمد بن خالد العطية.